متواجدين بيت زهراء بين أهلها وعمامها، والحمد لله والشكر يعني راح نرافقها كملت الأمور كلها بجهود الخيرين وبجهود الناس الطيبة وبجهود اللي ساعده، وإن شاء الله ويا ربي تروح وترجع لنا بالسلامة. اليوم صراحة احنا يعني فخورين جدا بالناس اللي وقفت الزهراء، الناس اللي ساعدتها، والحمد لله والشكر يعني زهراء موجودة هسه ومستعدة للسفر، والكل عرف انه عرضت حالتها من خلال قناة المربد ومن برنامج جار الأمل. وشون الزهراء؟ شون صحتك؟ زهراء يعني متوجهة انت ان شاء الله للسفر، ويا رب تروحين وترجعينا بالسلامة ان شاء الله. بعد قليل راح نكون متواجدين وياك ان شاء الله، وراح نرافقك لحد وقت سفرك. اليوم يوم مميز ان شاء الله بجهودكم وجهود الخيرين اللي ساعدوا زهراء. شنو اخر اللي اليوم فضل الله واهل البيت، نشكر كل فاعلين الخير يعني جمع هذا المبلغ باسرع وقت بعد مناشدة قناة المربد، لمينا تقريبا 46 مليون. وفضل الله واهل البيت احنا نشكر من اهل الخير، وبالاخص نشكر من عشيرة بيت الوامي من كبيرهم من اصغر واحد بيهم على وقفتهم المشرفة الزهراء. زهراء عند حاج سكلوي لما مبدأ وبادروا الكل والجميع، ما نستثني أي واحد، وكل الشكر والتقدير لأهلنا وناس أهل الخير وفاعل الخير، وتقدير قناة المربد، وقول خصوصا الشيخ الأسعد العيداني بالإنسانية اللي شارك بهاي، قال أنا شارك بهاي المبادرة الحلوة إن شاء الله. وإحنا إن شاء الله بحيال الله مسافرين ناخذ زهراء يعني هاي الثاني مرحلة علاج، جزاهم الله ألف خير، ونشكر كل من تبرع وما حب نذكر اسمه بثواب أهله، وجزاكم الله ألف خير. وحاليا راح نتوجه نرافق زهراء يعني راح نوصلها إلى الحدود الإيرانية إن شاء الله. مثل ما تشوفون الحمد لله والشكر وصلنا الى الحدود العراقيه الايرانيه، نودع زهراء ان شاء الله تروح وترجع لنا بالسلامه ان شاء الله. حبوبي استاذ حمزه متوكلين ان شاء الله، ان شاء الله متوكلين زهراء، وجزاكم الله الخير رافقتونا قناه المربد. حبيب. انا حاليا بالمنفذ شلامته ان شاء الله نوافيكم اول باول حبيبي ان شاء الله، وسندعون لكم الله ان شاء الله يشافيك يا رب وترجع سالمه يا رب. نشكر يلا. كل الجهود يمان الله. مع السلامه. مع السلامه الله وياكم.